انا ريهام البرقوقي، بشتغل ديكوباج بقالي سنه تقريبا. الديكوباج ده فن اخترعه الصينيين زمان عشان يجددوا فرش البيت بتكاليف قليله، فاحنا ابتدينا دلوقتي نعمل نفس الفكره. عايز اغير فرش بتاع البيت من غير ما اتكلف اشتري جديد، وعندي حاجات كتير كويسه خساره ان هي تترمي. فابتدينا نجيب المناديل العاديه بتاعه السفره ونلزقها بطريقه معينه على الكراسي، بنعمل على اسطح مختلفه. السبرتيات القديمه بتاعه زمان اشتغلنا عليها وجددناها. الكرسي غيرت القماش بتاعه، اشتغلت على القماش بالورق بتاع الديكوباج ولونتها بالوان. بنستخدم الاكريليك والبلاستيك، وفي الوان طبعا بتاعه قماش مخصوص عشان خاطر ما يطلعش مع الغسيل او تنظيف القماش. وكده غيرنا شكل الكرسي تماما. فابتديت اجيب الحاجات الصينيه بتاعه التقديم اللي في المطبخ، جبتها واشتغلت عليها، غيرت شكلها، بقت شكل بدل ما كانت المنيوم فاضيه ما فيهاش حاجه فضي، شكلها اتغير. الترابيزات القديمه بنشتغل عليها برده بيتغير شكلها تماما. استخدمت الصواني بتاعه الخشب الصغيره، فان انا عملتها الصواني للمكسرات، عملت جواها قوالب صغيره بحيث ان انت يبقى عندك شكل واحد على الترابيزه مش كذا شكل. جبت البوكسز القديمه الخشب اللي كانت بنستخدمها للاكسسوارات وكده، اشتغلت عليها برده وخليتها للشاي، ممكن تتحط في السفره، ممكن تفضل عادي تستخدم للاكسسوارات بس تغيري شكلها. اي حاجه عندك في البيت سهل ان انت تشتغلي عليها. وهنا حاولت اعمل حاجات للاستخدام مختلفه. عملت صندوق للشاي بتستخدمه ست ربة منزل، عروسة جديدة، بدل فكرة حط البرطمانات بتاعة الشاي عملنا صندوق شكله جديد ومختلف. وعملت دي صينية برضو بدرج بتستخدم برضو للشاي، ممكن بنحط هنا الشاي والسكر والمعالق والمناديل، وتطلع بدل شكل الصينية العادي وعليها البرطمانات والحاجات دي. وعملت فكرة جديدة برضو للصابون اشتغلت عليه بالديكوباج، الرسومات مختلفة والرسومات ما بتطلعش. أنا كل اللي عايزة أوصله إن الواحد لو عايز حاجة يعملها من خلال البيت، في حاجات كتير جدا ممكن نعملها من البيت، والموضوع مش محتاج أكتر من إن الواحد يبقى عنده حتة التجديد والتغيير، اختيار الألوان الصح، اختيار الألوان متناسقة مع بعض، إن أنا أجدد أبقى مختلفة عن غيري. إن في ناس كتير بتشتغل بالديكوباج، بس المهم إن أنت تبقي مختلفة، بتعملي حاجة جديدة، تعملي حاجة ماشية مع المكان اللي انت قاعدة فيه. وكل ده من البيت سهل، بس الواحد يبقى عنده إرادة ان هو هيقدر يعمل الحاجة دي.